رجعنا لحضراتكم مرة تانية ومعانا كابتن فتحي مبروك نجم الأهلي السابق، ويعني الحديث لسه بقية، لسه بنتكلم طبعا في الفوز والتوقعات اللي كانت المباراة، وعايزين كمان نتكلم في قطاع الناشئين، لأن قطاع الناشئين هذا القطاع اللي خرج يعني أبطال يعني وبعد كده نجوم في النادي الأهلي، منهم حسام عاشور وعماد متعب وغيره وغيره يعني على مر الأجيال. خلينا نروح بقى مع حضرتك كده وطمنا على هذا القطاع، وزي ما حضرتك ذكرت برضو في قبل الفاصل في فرصة أعطت بشكل حقيقي للناشئين، ويمكن كمان كان في إثبات للذات من قبلهم في الماتشات اللي يعني شاركوا فيها، فكان نطمن كده أو طمنا على هذا القطاع يا كابتن. لا، القطاع يمكن أنا مسكت القطاع سنتين والحمد لله النتائج والبطولات كانت كويسة، ايضا ان انا يمكن من خلال رؤيتي الفنيه من خلال عملي، انا ما بقعدش في مكتب وكلام من كنت دايما تلاقيني في الملاعب هنا وهنا وتلاقيني في الماتشات متنقل كتير جدا، وكنت دايما بحط عينيا فعلا على لعيبه تفيد مستقبل النادي الاهلي وتفيد النادي الاهلي، سواء زي ما قلت حضرتك ان هو يستثمروا النادي الاهلي في لو في عنده شورت في اي مكان يبقى النهارده هذا اللعيب جاهز جاهزيه. حاجة الثانيه في الاعراض، يعني الاعراض بقى والعمليات التسويقيه دي مهمه جدا في النادي الاهلي، يعني اصبح قطاع النهارده الشباب في النادي الاهلي في لعيبه كتير قوي ممكن تستثمرها بالبيع، ممكن تستثمرها في الاعاره، ممكن تستثمرها في الدرجه الاولى، فده هدف بيهدف اليه قطاع الناشئين في النادي الاهلي بغض النظر عن الناس اللي كانت بتتكلم كتير قوي ان قطاع الناشئين ما بيطلعش حد ما بيطلع، لا بيطلع، بس التوقيتات امتى اللي يطلع فيها اللعيب، ما برضه لازم يبقى اي واحد النهارده فاهم امتى التوقيت اللي اللعيب ده يطلع فيه، يعني زي الفتره اللي فاتت كان في مباراه كاس مصر، يمكن لما تيجي تقارني اهلي مثلا بالانديه اللي بيلعبها الاخرى تلاقي في مقارنه بعيدا، اهلي بطولات واهلي عنده لعيبه ونجوم وكل هذه الامور، فبيستثمر هذا التوقيت يقدر يدي لعيبه يا العربي بدري، يقدر يدي احمد نبيل كوكا، يدي فخري، شادي رضوان، كل الامور دي كلها بتساهم فعلا في اعداد نفسي كمان كويس للعيبه، لان اللعيب بيوصل كريم في المرحله دي بيبقى قلق جدا، لعيب بيوصل مرحلة سن مواليد 99 و2000 بيبقى قلق، هل النادي الأهلي هيلعب في النادي الأهلي ولا خلاص كده مشواري انتهى؟ فده كنا بنعد اللعيب فعلا ان انت لازم يبقى عندك المقاومات سواء بقى الإرادية سواء الروح الفنيات كل هذه الأمور استعدادا لان انت لو وقعت في توقيت ولعبت في الدرجة الأولى لازم تحط رجلك وتثبت نفسك.